محدد. انا بقى ما عجبني هو ايش الفايده وانا جست يا الربع صلوا على النبي. والله يعني ما شاء الله ما قصرتوا كلكم، ولكن انا في شيء اوصي نفسي واوصيكم واوصي من يسمعنا بالصلاه. نعم الله يجزاك. والله الصلاه يا جماعه من تركها خاب، صلاه عمود الدين، وما يحتاج كثر كلام فيها، ولكن في شيء احبني ابي اتكلم فيه، الدعاء يا جماعه. اي والله ادعوا بينك وبين ربك يا اخي، لا تدعي كانه هو يقول لك دعلي، انت اللي محتاجه، ادع كانك تتكلم، كاني ما اكلمكم الحين. أيوة يا ابي كذا يا مساعده بك، ادع ربك يا رب، ابي بينك وبين رب كانك تحاكي ربك، الدعاء 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 والله ما يخيب. صادق الله صادق، انا صار لي موقف في هذا الدعاء ولا اقطع هرج كلام انت كذا، الله اخذك. اسلم اسلم اذا خلصت قد قضيت، ولكن الدعاء والدعاء والدعاء والله اني اقولها صدق. ناس انت ما قلت قصه؟ لا باقي باقي. اسلم يا ابو قماش خلاص عادي، خلوها سوالف. على ايوه خلها سوالف، خلها سوالف. ايش في مقصود؟ فصل من ناحيه الدعاء، كان عندي ظرف ما، اي والله، والظرف هذا له ما قارب 4 سنوات او 5 سنوات وهو معي ما قد انحل يا اخي. دعيت ولحيت في الدعاء، اي والله والله ما خلص رمضان الا وهو منقضي، ومنقضي الحمد لله بيسر ما يعلم فيه الا جيل. الحمد لله شكرا لله. هم كان على صدري وانزاح صح يا الاخير. فصدق اخ سلطان يا الله يسلم، الدعاء وانك تلح وبصدق تطلب الله. صدق صدق يا ناصر وهم الشباب اني انا اذا دعيت وتجليت بالدعاء فهم يعني اذا غرقت الدعاء، فشوف اليقين دائم مرتبط بالدعاء، انه الدعاء السؤال اذا سالت الله وتيقنت بالاجابه باذن الله ان الله فوق. نعم هبدأ. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. اي بالله. فانا اذا دعيت وتجليت بالدعاء فعلا، وانا من الناس اللحوح بدعائي، والله العلي العظيم والله اني اتكلم مع الله اطلع من، طبعا الدعاء اداب، لكن اطلع من اللغه العربيه الفصحى اني اتكلم مع الله، اتكلم يعني بيني وبين نفسي، طلع ما في ضميرك يعني يا ربي انا حتى يعني كلام الشمري، يا ربي انا هاللون وانا محتاج هاللون وانا ابي والله يبغى منك هذا الشيء. اقسم بجلال الله، اقسم بجلال الله وله كلام اعلامي، اني يعني اليقين عندي يزود انه الله استجاب دعوته فعلا. ما عمري دعيت الله بحزه كرب وضيق فهمت، ولحيت بدعائي وتيقنت بقبوله إلا يحقق الله الدعائي، بالذات الشيء الصعب. الشيء السهل يعني ممكن تحقق بأي لحظة، لكن الشيء الصعب اللي أنا أقوله حتى وصولي للمرحلة هذه، أنا متأكد كلنا دعينا وكلنا تيقننا بالدعاء فهمت، واللي طلعوا دعوا وتيقنوا بالدعاء لأنهم تيقنوا بالدعاء والله استجاب دعائهم بيحقق لهم الأفضل، لكن ولكن الأحيان الله يأخر الأفضل لك المرحلة متأخرة. إيه لأنه التوقيت أفضل، ممكن لو دخل يمكن الله بيعطيه، الله ناوي له شيء أفضل من البرنامج هذا غير الحياة هذه، يمكن الله ناوي له إنه يكون ملياردير مثلا، يطلع بهالشارع هذا ويجي واحد وتعال عندي لك مشروع وينجح. فيصل يعني على قول هذا الشيء قطع الشباب، لكن قلت لي الدعاء ترى فضل الدعاء طيب دقيقه طيب خلي السالفه على خلي السالفه اقول الدعاء صدق والله هذه معلومه صدق ودي انك تستفيدون منها. الدعاء اول شيء يعني لو تبحثون عنها لها الدعاء لها اداب تمام، لكن افضل شيء واحد اذا جاي يدعي ما يقول يا ربي لا قل ربي على طول، لان الله الياء تجي للمخاطبه للبعيد والله سبحانه وتعالى قريب يا المناداه اي. لكن النقطه الثانيه من فضل الدعاء، أنا مرة صليت أحد الصلوات طلعت من المسجد قابلني واحد كذا وجه خير شرواكم قال لي، وترى سبحانه وتعالى حتى قال لي هو يوم قال لي ذي بحثت عنها وقلت له والله أني حبيت راسه، أني ما أعرف أنا حبيت راسه، وتبشر إن كل مكان أجلس فيه راح أقول المعلومة. الله يجزاك خير والله من طيبك تنقل الطيب، لأنها والله العظيم بعض الكلمات تثبت بالراس والله ما حد ينساها. إي والله. وقال لي من فضل الدعاء يعني من فضل الدعاء يعني اللي صدمني فيه انا ما درت عنه الا قريب، اللي هو وش هل تعلمون ان الدعاء يرد القدر؟ ما في شك يعني القدر اذا كان نازل عليك صح تمام وانت دعيت يرد القدر، لكن يصير نقطتين، القدر مثلا نازل عليك من السماء، انت دعيت وزي ما قلت انت فيصل تلحيت بالدعاء
وطريقة أدابك مع الدعاء مع الله، تمام؟ القدر يكون نازل عليك، فأنت بدعائك هذا يحدث اثنتين، يا يعني أنك ترد القدر، يعني تجي تقابل الدعوة مع القدر، يا يعني أنها ترد القدر، يا يعني أن القدر ينزل عليك خفيف، سبحان الله، نزول خفيف. شوف الرحمة، شوف هذا من فضل يعني. من فضل الدعاء، ترى الناس وشو يعني تستكثر الدعاء دعاء أكيد. وزي ما قال أول السلطان، الله سبحانه وتعالى غنيا عنا، بس حنا وشو نتضرع لله وندعي له. صحيح والله. وندعي لو سمحت، لو سمحت بس مشاركه بسيطه، اقسم بالله قد قلبي. انا اللي فتح الموضوع ولا تكلمت. هذه لا اجي بس دقيقه. اسمع بس ذكرى ذكرى، خلنا نسمع تنفع المؤمنين. ذكرى ذكرى اجل عشان ما انسى النقاط، لاني بعرج على سالفه اداب الدعاء وعلى الدعاء يرد القدر. على خشم اسلم على كلام اخوي سلطان الله يبيض وجهه، سلطان الصباح الله يسلمك. يا ولد صاحي انت تكي على صدري، ما دريت انك انه خذوا اداب سلطان الله يعرج على النقطه وكسر سلطان الصباح يوم قال الصلاه والدعاء، هو ذكرنا بالصلاه وذكرنا بالدعاء. ان الصلاه يا طويل العمر السلامه، والله العظيم ما كنت انساها، ما كنت أنساها، بس كنت مقصر شوي. عادي الانسان اذا كان يبغى يذكر الناس وينصح الناس عادي يقول الاسباب اللي مر فيها. صح، وبيض الله وجهك والله. وجهك. انا طول العمر السلامه قد طلعت على انسايت كموره، تكلمت في الموضوع هذا، يخبرونا الشباب. انا ايش؟ انسايت كموره. انسايت. اسلم. انسايت. ايوه. المهم يا طول العمر السلامه تكلمت، قلت يا رجل والله العظيم هذا الشيء بيني وبين ربي، بس انا اعلمكم والله العظيم يا رجال ما كنت انسى الصلاه. ما كنت انساها، بس اني كنت مقصر. والله يجعلني ماني مقصر ان شاء الله، بس اني كنت مقصر، يعني صلاه العصر ما اصلي في وقتها، اخليها كذا بعد صلاه العصر بشوي. المهم يا طويل العمر سلامه، كل ما جيت اسجل في شيء، كل ما جيت احاول في شيء، الله يبرد، تعسر في وجهي. المهم سمعت كلام والله في عبر التواصل الاجتماعي، كلام شيخ الله يكتب اجره ويوفقه، شوف كيف اثر فيني، فما بالك بالكلام انه ياثر في الناس اللي وراء. الله يجزاك خير. فانا بقول لك حاجه، قال الشيخ الصلاه والصلاه 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 والصلاه، النقطه منها ان سبب توفيقك وان سبب فشلك هي الصلاه. صح صح، من غير امور الدنيا الباقيه، بر الوالدين. صحيح. فلذلك يا طول عمر سلامه جت في راسي، قلت والله العظيم ان شاء الله ان اداوم على صلاتي. الله يثبتك. واداوم يا طول عمر السلامه على صلاتي في وقتها، على اني صدق، ماني بقول لكم اني كل صلاه اصليها في وقتها، بس اني داومت. اي السنه بعد الصلاه والله اني اصليها. ما شاء الله عليك. قلت واقعد طول العمر سلام ما يقارب، يمكن ما ادري، بس انها فتره بسيطه. اي والله العظيم وفقني ربي. ايش كنت اضحك؟ اسلم كم الناس متاثره، كم ما يتاثر يا ضحك. لا يا رجل تبكي، مو كل شيء خبر انا. لا والله العظيم تبكي، تبكون الرب، تبكون لك على رايه يا شيخ. انا ما تقبلت النصيحه من احد. يمكن ارجع ليش يعني اجيكم اتخبل اقول في الصلاه يا اخوي؟ الصلاه شوي بنت خبال خبل كان هذا. الله الله يا الله كنت ولكن لا تقول نصايح، ولكن انا اقول لكم يا طول عمر السلامه داومت على الصلاه. اي والله العظيم والرب يفتح رزق الرجال في وجهي، حتى قناة بداية يعني ما كنت يعني لي الشغف ذاك اني اسجل، ما كنت تطيش، ولكن اجبروني ناس قالوا شفت بتكون نجم. تقول حلمي بداية، اسمع يا رجل عليكم وجه الله، خلوني اتكلم ولا خلوني انزل. المهم يا طول عمر السلامة هو عدل الله ينشب منه ان شاء الله. المهم يا طول عمر السلامة قلت انا بسجل في قناة بداية، يوم اجبروني الرجل اجيل وهي حلم الله لا يسأل. عليك وجه الله اتكلم، حسبي الله عليكم وعليكم وجه الله ان تصلون. الله يجزاك خير. اجيل خلاص، انا قلنا مساعد كوميدي يضحك، بس نصيحه ما نضحك. اجزت والله اني اجزت والله اني عايز انما الاعمال بالنيه. اسلم. اي والله اني ودي اقدم نصيحه بس. جزاك الله خير. اسلم. تخيل جمهور حتى ويا الله. مساعد. اي كذا اتقبل انا. مساعد. قصه عبد الله بن الله عنه. رضي الله عنه. يوم من الايام. في قصة؟ خذها مني وانا مبارك. في قصة؟ يقول في قصة بردان؟ هي لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه مع رسول صلى الله عليه وسلم. سكر عليك. لا 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 ماني في مرة من المرات وسنة من السنوات